هنعمل دلوقتي ريفيجن سريع مع بعض على الجرامر قبل ما نبدأ ان احنا نحل مع بعض أسئلة الريرايت او اهم أسئلة الريرايت. اوكي، تشيك سريع كده على يونت 1 في اب ستريمز فيرست سكندري او الصف الاول السنة. The present simple، اولا استخدامات ال present simple ايه؟ ها، can you tell me؟ timetable Yes، natural facts تايم تيبل ده لما اكون بتكلم عن future او بستخدم present simple للتعبير عن future. اوكي، okay بس اللي هي الاستخدامات الاساسيه ايه هي؟ habits، daily routine facts، natural facts facts، daily routine، habits، facts، daily routine، habits، facts، daily routine. وكمان بستخدمها لما اكون بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن اي حاجه يعني permanent situation او حاجات ثابته. تمام، بستخدمها او بقول عليها لما تكون الحاجات ديت حاجات بتاخد مده زمنيه طويله يعني ما بتتغيرش بسهوله. ما في حاله الفيوتشر او بستخدم بريزنت سمبل في حاله الفيوتشر لما اكون بتكلم عن ايه؟ عن تايم تيبل او جدول مواعيد محدده، طياره، قطر، اتوبيس، حصه، كل الكلام ده. تمام، ده كده بالنسبه للبريزنت سمبل. شكل الجمله ايه؟ سبجكت، فيرب انفينيتيف او فيرب بلس اس، ولو بنتكلم عن فيرب تو هاز تبقى هاف او هاز، سوري، فيرب تو هاف تبقى هاف او هاز، او لما بنتكلم عن فيرب تو بي تبقى ام او از او ار. تمام، لوحدهم من غير اي افعال بعدهم. ده كده الجزء الاول او الجزء الخاص بالبريزنت سمبل. لو انا بتكلم عن جمله ولكن في النيجاتيف فورم يبقى هستخدم دونت او دازنت. طب لو بستخدم كويستشن دو اور داز. صعبه، اشهر واهم الكلمات وهي الفريكوانسي ادفيربز او ظروف التكرار زي كلمه always، usually، often، sometimes، occasionally، really، seldom، rarely، seldom. اوكي، hardly ever و constantly. معظمهم، وطبعا كلمة every، معظمهم بيجي في بداية الجملة، معظمهم بيجي في بداية الجملة زي كلمة every day، every month، every week. لكن إذا كانت على always، usually، often، sometimes اللي احنا بنقول عليها frequency adverbs، دول بيجوا after any verb but before sorry before any verb but after verb to be. Before any verb but after verb to be. فأنا أقول is always ومش هقول always is، لكن ممكن أقول always gets up early or gets up late anyway. يبقى ال always، ال usually، ال often، ال sometimes يجوا قبل أي فعل ما عدا am و is و are يجوا قبلهم، ما عدا am و is و are يجوا قبلهم. صعبة؟ طيب بعد كده طبعا بيبدأ بقى إن هو يشرح لنا ال present progressive أو المضارع المستمر. طيب إحنا بنستخدمه إيه؟ When we talk about an action which is containing now or which happening now، بتكلم عن action بيحصل دلوقتي، وده أثر فعل في الإنجليزية. أوصل فعل في الإنجليزية لأنه ممكن يخلص قبل ما أنا أخلص كلامي، ممكن يخلص قبل ما أنا أخلص كلامي. تمام، you are always interrupting me، أنت دايما بتقاطعني، يبقى هو بيقاطعني وأنا بتكلم. أوكي، طيب أقدر أستخدمه هو كمان في الفيوتشر في المستقبل؟ أيوه، لما أكون بتكلم عن plan، بتكلم عن intend، بتكلم عن سوري بتكلم عن arrange، بتكلم عن prepare، لما أكون بتكلم عن حاجات متعد مع متجهز لها او معمولة اعدادات في النص. Now at present at the moment today this day this week or this year. وفي طبعا next week و tonight و tomorrow دول لما يكون بعبر عن المستقبل. طيب ايه المشكلة هنا؟ المشكلة في التكوين. التكوين بيتكون من subject am is are verb plus ing، ولو negative am is are not verb plus ing. طيب في افعال ما ينفعش تيجي ابدا في ال continuous، استحالة تيجي في ال ing، زي ما قلنا ال verb sync من شوية في الجملة اللي فاتت، وهي ال start of verbs زي ال senses بتتكلم عن الحواس، emotions التعبيرات، opinion الرأي، owning أو الملكية، وكمان ال pronoun. ممكن تيجي present simple أو لازم تيجي present simple، وممكن تيجي present continuous زي مثلا ال verb think. ال verb think لو جه بمعنى consider، consider يعني يعتبر، فأنا ممكن أجيبه في ال ing عادي، لكن لما يجي بمعنى يفكر، يفكر هنا مش هينفع يجي في ال ing. طيب فيرب زي فيرب سي لو جه معنى يرى مش هينفع لان دي حاسه من الحواس، اما لو جه معنى بمعنى يقابل فيزيت اور ميت، فانا هنا ممكن اجيبه في الاي ان جي عادي جدا. الفيرب هاف، هاف بيجي معنى يمتلك بمعنى لديه، ده هنا ما ينفعش احط له اي ان جي، لازم يجي في الانفينيتيف او بلس اس. امال امتى احط في الاي ان جي؟ لما يكون بمعنى ياكل او يشرب. كمان الفيرب تيست، تيست تراي فود يبقى تمام لو هو معنى تراي، لكن غير كده لا ما ينفعش. فيل، فيل لو جه معنى تاتش، يلمس او يحس بحاجه كده، فانا ممكن استخدم في الاي ان جي، لكن لو جه معنى يشعر شعور داخلي يبقى لازم يجي في الانفينيتيف او بلاسس. السيمبل او زمن المضارع التام او انا بستخدمه في الاكسبيرينس،
ثانيا when I talk about an action which is happening in the past but it had some effects today. عندي action حصل زمان بس لسه ليه بعض التأثيرات. كمان when I talk about an action which is starting in the past but it didn't finish yet. بتكلم عن action بدأ في الماضي ولكن لم ينتهي بعد. من أشهر كلماته هو كلمة السنس والفور، وأكثر الكلمات اللي بتيجي في yet ready ever never before always have long. طبعا أداة الاستفهام الرئيسية ليها هي how long. Since rarely recently lately once and twice. طيب الجملة في البريزنت بيرفكت بتتكون من ايه؟ have أو has we be. Have أو has we be. تمام؟ طيب ناخد بالنا من حاجة إن كل كلمات البريزنت بيرفكت بتيجي في النص ما عدا yet بتيجي في نهاية الجملة المنفية أو الاستفهامية نقطة أو علامة استفهام، و since of for بيجي بعدهم الوقت أو المدة بتاعة الفعل أو الأكشن. ال just وال already بيجوا ما بين have was و be. ال ever وال never كمان نفس الموقع ولكن ال never في النيجاتيف وال ever في الاستفهام. استفهام أي سؤال أي حاجة. طب نبدأ أول جملة يا أستاذة حبيبة. تمام. He plays tennis in the club. Where does he play? مش كويس، Where does he play tennis? برافو عليك. انا Okay, teacher. He always reads books in his spare time. عادي أغير معنى الجملة يمثل النفي ولا نفس المعنى بس أضيف. بس اقول Okay. yes he reads the book ولا وده صح Yes, كده ولا yes, yes he does. Or yes he reads the book. Number four. يلا يا عمر. I think previous series the book. Simon and Frank are hungry and Frank are often hungry. Grammar and Frank are hungry. عايز ان often. هتحط ال often فين؟ After all ولا before all؟ after all. المفروض يعني تبقى R O after. Number 5 يلا يا نورة. he goes to school every day except on except Friday. on Friday. Yes. On Friday he didn't go to school. He didn't ولا he doesn't. He doesn't. He doesn't طبعا. ممتاز. في أي حد معلش؟ اوكي هتقعدوا بقى كده مع نفسكم شوية تحلوا الجزء ده وإن شاء الله بإذن الله الاختبار الساعة 1 من هنا للساعة 1. أي حد عنده أي سؤال يبعته. حابين نكمل حل ما عندي مشكلة لو انتوا ما عندكمش حل. هو احنا هنكمل يا مس؟ as you like. نكمل حل كمان شوية. انا ما عنديش انا ما مانع عنديش عادي. مشكلة. خلاص يلا نمبر 6 يا بيبا. تمام. They watch the match at home. Yes. Wait. Where do they watch the match? Excellent. طبعا نعمل question mark. Number 7 يلا يا جايدة. نعم. 7 7 We often play tennis on Fridays. Not. We don't play tennis on Fridays. We don't play tennis on Fridays. أنا ليه بتطلعي أسئلة غريبة اللي هو غير كله غريب كده. لا صح ليه كده؟ بس we don't play لا tennis on صح Fridays. we don't we don't. طيب number 8 يلا يا أحمد. أحمد are you here؟ مش هو كان كتب في الشات ثانية وراجع فغالبا هو ممكن يبقاش لسه رجع. يلا يا عمر. اوكي ألو مس كده سامعني؟ ايوه كده سامعك اتفضل يا عمر. نمبر 8 my father smokes cigarettes. yes My father never smokes cigarettes. برافو عليك. هنخلي smokes زي ما هي مش هنغيرها ابدا. في حالة وجود doesn't بنخليها smoke، اما في حالة وجود never فاحنا بنخلي smokes زي ما هي. نمبر يلا يا احمد انت اللي عليك الدور. My father has two cars. yes My father doesn't. So my father has cars. My father doesn't have any cars.
or doesn't have car. ما doesn't have. برافو عليك، excellent. نمبر 10 يلا يا بيبا. They أنا ما watch جاوبتش TV in the خلاص. afternoon. مين Wait, نورا؟ sorry. يلا يا نورا. نمبر 11. 11 ولا 10؟ نمبر 11. تمام. He goes to school early at all times. Yes. He goes to school. Always goes to school early. He always goes to school early. Yes. يا مس ما تنزلي شوية في الريوايت وتجيبي لنا حاجة من السبايسي اللي بقى. Okay, one. يا هنبدأ مس بقى من أول نمبر 24. يلا ابدأ يا حبيبة. 24 اتفضلي. مي هالة has a bag on the desk. هالة's bag is on the desk. وندن عملت ايه؟ اشرحي لي. طيب هو دلوقتي احنا يعني الابوستروف اس دي بتدل على الملكية، فاحنا هنعمل بتقول جملة على بتاع الاونينج، الملكية. فانا خلاص مش عايز مش عايز الفيرب تو هاف، انا اصلا خدتها في الابوستروف اس. 5. تمام. يا استاذ he reads the paper every day. He is reading the paper right now. Oh, no. تاني كده. He now he is reading the paper or he is reading لا the لا paper لا لا now. لا، هي ناو جايه سمول، فهتيجي مكان every day. يبقى في الآخر يبقى is reading the paper now. برافو عليك. is reading حولها طبعا من present simple الى present continuous، لان كلمه every day دي keyword بتاعت ال present simple، اما كلمه now keyword بتاعت ال present continuous، بحول الزمن على طول. number 26 يلا يا عمر. My brother study his lesson at 7 o'clock. My brother is studying his lessons at the moment. Oh, at the moment, my brother is studying his lesson. My brother studies his lessons at 7 o'clock. عايز استخدم at the moment. هاتها تاني، وخد بالك at the moment small، يعني هتبقى في النهاية. يبقى مفيش at 7 o'clock، وهتستخدم بدلها at the ايه؟ My brother studies his lesson at the moment. No، غلط My brother غلط. is studying his lesson at Well the done. moment. My brother is studying his Ayo, I lesson study. at the moment. Number 27 يلا يا جايدة. Yes, they're sleeping in class. No? So they aren't sleeping in class? In class. عايز استخدم not. They aren't sleeping in class. They Well aren't. done. They aren't. Bravo. Yes. 28 يلا يا نورة. I don't watch TV at all. هنستخدم hate. I hate watch TV. I hate what? I hate watch TV. No, I hate watching TV. عشان الفيرب hate من الأفعال اللي بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، فأقول I hate، ركزوا في دي، I hate watching TV، ومش هحتاج بقى أكتب أتقول خلاص. طب يا مس، هي مش المفروض الأفعال الشعور والحاجات اللي كده؟ ف ما أنا قلتها في البريزنت سامبل أهي، I hate، هي بريزنت صح ولا غلط؟ لكن الفيرب أيوة اللي بعدها بيبقى I N G. هنا ده مش زمن، ده مش زمن، دي قاعدة. تمام. تمام. نمبر 29 احنا كده خلاص كلنا قلنا. هنا ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي يا جميلة؟ تمام. يلا يا هنا انت 29 اتفضلي. I want to watch cartoons every day. يس. Why is it allowed? عايز استخدم love. I love watching the cartoons. برافو عليك. every day عادي، every day عادي. تمام، لان احنا بنستخدم present simple هنا، احنا ما غيرناش حاجة، احنا ما تمام. غيرناش زمن. تمام، بس احنا شلنا الاكسبريشن بتاع want to واستخدمنا love خلاص. تمام. فبعد ال love الفيرب بلس اي ان جي، فهقول I love watching cartoons every day. Thank you very much. يلا نمبر 30 يلا يا بيبا. جانا he is
حبيبة. No. Yeah. He is developing a new project at the moment. What صح ولا سيستم؟ What. طب بس what هنا small يعني هتبقى وسط الجملة يعني ايه؟ أعتقد إن ده خطأ كتابي، أعتقد. ماشي هنتعامل مع خطأ كتابي، هتبقى what does he what does he develop this year أو at the moment. لا 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 what does he develop على طول، ليه does؟ عشان مش عارف. جملتك present لا خلاص continue، خلاص هتعملي ال خلاص خلاص question في ال present simple؟ هتبقى what is لا what is he developing. شكرا. ماشي شغالة، والأحلى منها أقول what is he doing at the moment. ده صح ايه ده؟ ماشي ماشي. المهم انا قلت يعني اللي انا قلته صح تمشي 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 بس خلاص. المهم انها تمشي. يلا سيرتي وان يلا يا أحمد. احمد اوكي احمد هاد ميني رينز لاست يير. لا انت احمد بتفكر فيها كده ازاي؟ ما بيقول ها had many friends last year، هو عايزك تستخدم this year، يبقى عايزك تشيل ايه أحمد وتحط ايه؟ ها أحمد ها ها أحمد has many friends this year. بس اسأل سؤال بقى، سؤال غلط، ليه ما استخدمتش is having؟ لان كلمة this year دي من علامات ال present. أنا عندي friends والfriends دولت يعني مش لا لا حاجة لا لا لا، ملهاش أي علاقة بالفريندز خالص. سامعني بس الشرح. لا 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 لا، مش هسمع، مش عايزة أسمع. مستحيل يعني مستحيل يبقى يعني الفريندز هيبقوا معايا كل يوم. يا أحمد ملهاش علاقة بالفريندز، هي ليها علاقة بكلمة واحدة بس هتتقال، هي الصح بتاع الجملة والغلط. إني أنا لما بستخدم فيرب تو هاف كأونينج أو بتكلم عن ملكية، مش بستخدمها في الكونتينيونز إطلاقا، بتيجي دايما في البريزنت سامبل. وشكرا. تمام. الحالتين مش راكبة على بعض. ايوه هي مش راكبه، النغمه بتاعتها حتى مش نافع، عمرنا ما سمعناها. يبقى الجمله الصحيحه هنا احمد has many friends this year number 32. يلا يا عمر. Can you open the window? Mind? Do you mind opening the window? Well done. كلمة mind أو الفيرب mind اللي هو يمانع بيجي بعدها الفيرب بلس هي ing، فأنا لما أشيل الأبيليتي اللي هي كان اللي بتيجي بعدها infinite بحط do you mind، هل تمانع؟ يبقى do you mind opening the window. number 33 يلا يا نورة. I can watch a football match on TV if I have time. I don't mind. I don't mind watch a football match. لا لا watching بعد المايند اي ان جي. Okay. تاني I don't mind watching a football match on TV. برافو عليك. 34 يلا يا نورة. يلا يا أسفة يا هنا. ايوه حلو. 34 يا هنا. We have lunch at 9 o'clock. Was right now. We have lunch right now. We have lunch at 9 o'clock. عارفة من كلمات ال present ايه؟ present continuous. حلو جدا. يعني المفروض استخدم مين ومين ومين؟ Yeah, am is are verb plus energy. لقيت ال verb have، وانا عارف ان ال verb have ده من الستاتيف فيربس، من الافعال اللي ما بتتغيرش، ولكن هو ليه حالتين. الحاله الاولى اللي هو بيتكلم عن الاونينج او الملكيه، فده ما بيتغيرش، بيفضل في ال present simple. والحاله الثانيه ان هو بيبقى في معنى have يعني drink او eat، فهنا هو بيستخدم في الكونتينينز عادي جدا. طب هو برضه كلمة لانش يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ we are having عادي. بالظبط كده، يبقى we are having lunch right now. تمام. تمام خلينا ننزل شوية كده، نبدأ من عند 45.
يعني بس أنا كنت عايز أستأذن من حضرتك، يعني استأذن بسيط اتفضل. دلوقتي يا مس. أنا صلاة الظهر بقت بيتغير موعدها، وبقى بيجي مع وقت الحصة بتاع الساعة 12 بالظبط، يعني قبل كده كان مش بيبقى بالظبط، بس بقى بيجي بالظبط. ف يعني مش عادي يعني الحصة تبقى تتأخر 10 دقايق؟ يبقى هي عظيمة. The last time I saw you was at a party, haven't I haven't seen you since the last party أو Since I your was at party. the park أو at your party. Party. لا، عشان انت غلطتي فيها لما كنا بنحل على unit 1 قبل كده. أنا مش فاكرة إني غلطت فيها. أنا فاكرة. جايدة، are you here؟ طيب يلا يا أحمد، 54. 54. How long have you been in this shop? When have, okay. When do you get this job? When did you get this job؟ ممكن Right, ممكن yes. تمشي. أو احنا هنا بنتكلم عن verb to be، صح؟ Yes. طب ايه رأيك لو قلنا when were you in this job؟ أين متى كنت أنت؟ ماشي. كده استنى اكتبها لك عشان توصل الفكرة. طب يا مس، when ينفع تبقى when have you been to this job؟ آه لا، when where. وصلت الفكرة اللي أنا عايزة أقولها؟ إن إحنا بنتكلم عن how long بنتكلم عن present perfect، صح؟ أما لما بنتكلم عن when بنتكلم عن past simple، فأنت لازم ترجع الزمن للباست إيه؟ simple. بس طبعا بما إن إحنا هنا الفعل الأساسي هو verb to be، فإحنا هنستخدم verb to be بس في الباست. تمام؟ number 55. يلا يا عمر، طب يا مس، سؤال كده، هاف راحت فين؟ كده احنا معايا تجاهلنا هاف. تاني تجاهلنا هاف. حضرتك احنا هاو لونج دي بتعبر عن البريزنت بيرفكت، فهنشيل البريزنت بيرفكت بتكات وحركات. ليه مش المفروض ان احنا نعمل سؤال في البريزنت بيرفكت؟ ليه؟ هاو لونج بتدل على عشان البريزنت بيرفكت، او تعتبر دلاله من دلالات البريزنت بيرفكت، فبالتالي السؤال كان فيها هاف وهاز وبي بي. اما وين دي دلاله من دلالات الباست سيمبل والباست كونتينيوس، 80% طبعا باست سيمبل. فاقول وين يعني وير. هو جايب وين عشان خاطر نحول اصلا التنس. برافو عليك. The last طيب time I visited my aunt was 3 weeks ago. Haven't visited my aunt yet. visited. I haven't I visited. haven't visited my aunt for 3 weeks. Since Four since of ولا four. four؟ فور. Four. انا شايفه ان فور انسب. فور 3 ويكس، وطبعا من غير اجو. نفس الفكره، ان كلمه لاست والاجو دول من كلمات الباست سيمبل، وطبعا الاي دي هنا باست سيمبل. ففي حاله ان انا هستخدم هافنت، فانا مش هستخدم اجو وهستخدم فور طبعا، لان فور لايقه اكتر يعني، ومش عايزين نوز كمان. ما كمان بس تقدر تقولي تمام يا حبيبتي، اتفضلي. يلا عايزاك تحليني النمبر 56. أحمد went to his uncle's house and came back a moment ago. Has been. أحمد has been. Has been. أحمد went to his uncle's house and came back a moment ago. هنا بقى عاوزك تستخدم ايه؟ الاكسبريشن، عندنا تو اكسبريشنز في البريزنت بيرفكت، اللي هو ايه؟ have او has been to، و have او has gone to. طبعا احنا عارفين ان الهاف والهاز بين تو معناها ذهب وعاد، اما الهاف او هاز جون تو ذهب ولم يعد. تمام؟ فانا عشان استخدم have او has been هعمل ايه هنا؟ دي مش عشان كان هتنسب معايا اصلا. عشان كان ده كمان من جو هقول احمد هاف احمد هاز بين has been
Okay. Huh? His uncle's house. To To his his uncle's uncle's house. house. To his uncle's house. برافو عليك يا هان، ممتاز. يلا 57، يلا يا نورة. Ali began watching TV 2 hours ago and he hasn't finished yet. Yes. هنستخدم for يعني okay. Ali has Ali has been what مش been اه لا انت اه عشان هازنت فينيش جيت. تمام كمل كمل. Ali has been watched TV watching watching عشان هنا present perfect continuous عشان الفعل لم okay ينتهي بعد. okay watching TV for 2 hours. برافو عليك. طبعا هي هنا، سوري، هي نورة هنا شالت بيجن وشالت كمان السنتنس الأخيرة، عوضت كل الليلة دي باستخدام البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي بيتكون من ايه؟ have او has been verb plus ing، have او has been verb plus ing. تمام؟